صباح الخير أو مساء الخير. المهم اليوم الجو كتير حلو هون بألمانيا، فأنا قررت إنه إحنا هالمرة نصور الحلقة بمكان تاني. تعالوا نروح كلياتنا على هذا المكان ونحكي معلومات عامة عن رمضان ببعض الدول، وشو في شغلات غريبة موجودة برمضان بهي الدول. يلا تعالوا معي. قربنا نوصل. نحن رح نقعد هونيك. طيب خلونا نبلش. لحظة قبل ما نبلش حلقتنا، هون تحت عندك زر اسمه الاشتراك، اشترك بالقناة حبيبي، ما انك خسران شي. شكرا. مين فيكن بيعرف قصة اول مدفع برمضان؟ اول مدينة اطلقت مدفع رمضان كانت القاهرة، وهذا الحكي كان عام 865 للهجرة، والقصة تبعه كتير غريبة. بوقت غروب الشمس كان السلطان المملوكي خشقدم، هو هيك اسمه خشقدم، قاعد بده يجرب مدفع جديد وصل لعنده، طبعا للحرب مو لرمضان، وصدفت انطلاق هذا المدفع بوقت المغرب عند الافطار برمضان. فشو فكرت الناس؟ انه هذا المدفع هو بس لحتى يقول لهم انه صار فيكم تبدوا فطوركم. فكل الناس بعدها طلعت على مقر الحاكم مشان تشكره وتقول له شكرا لك على هي البدعه اللي انت عملتها. ولما السلطان شافهم هيك مبسوطين، فقرر انه هو يصير يطلق هذا المدفع كل يوم من ايام رمضان، مو بس مدفع الافطار، وكمان زاد عليهم مدفع السحور والامساك، بس حاليا ما له موجود لا مدفع للسحور ولا مدفع للامساك. طيب وبعيدا عن مصر، خلونا ننتقل للمملكه العربيه السعوديه. هل تعلم انه لحد الان بالمملكه العربيه السعوديه ما بيرضوا يشوفوا الهلال الا بالطريقه التقليديه؟ شو يعني بالطريقه التقليديه؟ على الرغم من تطور العلم والفلك، بس السعوديه حبت تضل على العاده التقليديه القديمه اللي هي انه هن يشوفوا الهلال بعينهم. مو بس هيك، حتى أهل عسير بالسعودية بيستقبلوا شهر رمضان الكريم بأنه هن بيطلعوا بشغلوا نار على الأسطح عندهم، لحتى الناس تعرف أنه بلش شهر رمضان الكريم. أما إذا بدنا ننتقل لتركيا، شلون بتعبر عن بداية شهر رمضان المبارك؟ فتركيا بتعبر عنه بالزغريد، ما بعرف زلغت، وبتلاقي ريحة البيوت مسكوا عن بر طيلة شهر رمضان المبارك بتركيا. أما بأوزباكستان، رح تقولوا لي أنا شو إلي علاقة بأوزباكستان؟ يا حبيبي معلومات عامة. بأوزباكستان بيعملوا إفطار جماعي، وبأول يوم برمضان لازم يذبحوا خروف وبيقدموا جنبه خبز بالحجم الكبير يلي بيتحضر بالبيت مع الزيت والحليب، والشاي الأسود لازم يكون موجود على مائدة الإفطار بأوزباكستان. خلونا ننتقل لرمضان بنيجيريا. يا ترى شو في شغلات برمضان بنيجيريا ما أنا موجودة بالدول الثانية؟ بنيجيريا غير مقبول إنه كل عيلة تفطر لحالها برمضان، إنما يلي بيصير هو كالتالي: كل عائلة بتطبخ، وبعد ما يطبخوا بيروحوا على أقرب بيت موجود بالمكان اللي هن فيه، وبيفتحوا مائدة إفطار مقسومة جزئين، جزء للنساء وجزء للرجال. بس الأحلى من هيك والأغرب من هيك بنيجيريا إنه كل عائلة بتحب إنه هي تستقبل عندها حدا فقير على مائدة الإفطار، كنوع من التكافل الاجتماعي بهذا الشهر الفضيل. أما رمضان بموريتانيا، وهي كانت معلومات عامة عن بعض الدول بالعالم شو بتعمل بشهر رمضان المبارك. ماني حابب اطول عليكم الفيديو، خلونا ننهي الفيديو هون وبشوفكم بالفيديو الجاي. ما تنسى تشترك بالقناة، واذا حبيت الفيديو حط لايك، وبشوفكم بالفيديو الجديد لحتى نحكي عن دول اكثر وعن عاداتها وتقاليدها بشهر رمضان المبارك. تشيس.